هددت إيران بتقليص التزاماتها تجاه الاتفاق النووي بشكل أكبر، وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عقب انتهاء المدة التي حددتها طهران للدول الموقعة على الاتفاق النووي بالالتزام بتعهداتهم. وفي المقابل قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن غدا عن فرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران. وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشف ترامب أنه لم يتراجع عن ضرب طهران، لكنه أوقف التنفيذ فقط في هذه المرحلة.